لا نفس التمارين وانت راجع اخر الشغل، حصان مسترخي او حصان محتر وانت ماشي بالشكل هذا، في اثناء القول او اثناء الركوب وقف بالغ في الرجوع بدون ما تواجهه. بعد كم ثانية تستطيع نستمر نرجع ورا مع التوجيه، طبعا لو كنت اصلا ماسك الباقي المقود بيدي الثانية افضل وافضل، بس كحصان مدرب زي ما قلنا اصلا معك مقدرة تحكمي في الاتجاه اثناء الرجوع بدون ما واجهه. تسويه هنا قاعد تتحكم كتفه وحركة ورقبته وقطاته كل بدون ما تلتفت عليه، فتستغل طاقة الحصان الزايدة أثناء الرجوع أو ملله نفسيا، إن تقول حتى أثناء الطاقة الزايدة أو حتى أثناء الملل وإنك يعني ما لك مزاج إنك تسوي شيء مطلوب، تسوي أصعب الأشياء اللي هي التحكم بالقطات، التحكم بالرقبة والرجوع إلى الخلف. أستمر لين كمل دقيقة كاملة، بس الفكرة منها إنك خلاص سويت كل التمارين الأساسية. لو ابغى اسوي تمارين يبقى اساسيه، لكن تذكير هذا من زي ما تسويها مره في الطلعه، تسوي طالع عشان لما شفت في سناب كامل طاقته، اول شيء تسويه ترجعه 40 خطوه ورا لما يكون في كامل طاقته وعنفوانه وعادة يحوسك وشان النوع ويقمص الى اخره، ثم تسوي العكس تماما ترجع انت ورا بسهوله. اذا لما يكون الحصان في كامل طاقته تحكم فيه زياده وليس العكس، لما يكون الحصان ما له مزاج او طاقته زياده ومحترف الرجعه اتحكم فيه زياده وليس العكس.